زي بقى زيكم دلوقتي، بس انا معلش الفيديو بجودة وحشة خالص. ثواني ثواني شباب. ماشي شباب، دلوقتي في اللي هو الفيديو بتاع جي تي اي، يا رب يجي عليه دعم كتير. وفي بصراحة اخطاء كتيرة حصلت، هتسألوا عمود يا شباب يا جدعان سامحونا على الاخطاء. اصل في لقطة اللي هو كنا بنوريكم العربية في الجراج يا عبودي. انا ما كنتش حابة العب، معلش، لاني صراحة ما بيني وبينكو انا ما بحبش اللي هو الراوندات وكده، بس دي عديناها قلنا مش مشكلة. فقال هو قالها بصوت عالي يعني، بس معلش سامحونا سامحونا. وفي في المهمة، في المهمة قلنا انا بديله افكار يعني، بس احنا المايك عندنا لما نيجي نفصله بيكون لسه متحكم، فانا هنشوف المشكله دي ويا ريت تسامحونا على الغلط ده. ايوه ويا شباب، هو في المهمه هي المشكله اللي هو ايه، ان هو قال المشكله ان هي مشكله البث اللي هي الناس وكده. انتوا تعرفوا في الفيديو اللي كان مشكله، مش المشكله، الحاجه اللي قالها لي في المهمه وانا قال لي ان انا اقولها، فاي ريت يا ريت تسامحونا جدا جدا. انا بتاع الافكار بتاعه، فيا ريت تسامحونا يعني، ودي غلطه بسيطه ان شاء الله نكررها بالظبط. يلا نشوفكم فيديو جديد، سلام.